السلام عليكم متتبعين قناة كوثر أم ريم، مرحبا بكم كاملين فيما كنتو داخل الوطن أو خارج الوطن. كنقول لكم الهلا خطيكم حبابي، وكنشكر كل من كيشارك في القناة ديالي وكيدير مجهود وتيدير واحد لايك واحد الكومنتير. تنقول لكم حبابي الهلا خطيكم وتبارك الله عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مسمن او رغيف على حساب كل واحد شنو تيقول ليه. بالنسبة لهذا المسمن هذا اللي غادي نديرو، غادي نحتاج 3 ديال الكؤوس الدقيق الأبيض. أنا عبرت هنا بكاس عبار ديال القهوة، كاس اللي كنشربو فيه القهوة، وعندي كاس ديال السميد الناعم اللي هو الفينو. غلبت أنا هنايا الفورص على الفينو على القمح باش كيجيو المسمن كيجي خفيف وكيجي رطب البنات وكيجي زوين. وعندي معلقه صغيره ديال الملحه، هادو هما اللي غادي نستعملو في العجين. دائما نقويو الدقيق الابيض على الدقيق الصلب باش الرغيف ديالنا يجيو خفاف ويجيو يتنفخو. وغادي نبدا كنغربل هنا كما كتشوفو في الطحين ديالي، ضروري ما نغربلوه. غادي نستمر وغنرجع لكم خوتي. من بعد ما غربلت الطحين مزيان غادي نضيف ليه معلقه ديال الملحه. بالنسبه لهذا المسمن غادي نعجنوه غير بالملحه والماء دافئ صافي. وغادي ندوزو باش نعجنو العجين ديالنا. غادي ناخد كاس ديال الماء، الكاس اللي عبرت به الدقيق. غادي نحتاج تقريبا 2 كؤوس باش غادي نجمع هذا الخليط. اللي بغيت نقول لكم بان هذا المسمن راه الحمد لله راه ما بقاش غير حد واحد المغرب، راه ولا عالمي. كلشي دابا الحمد لله كيعرف يصايبو، كلشي كيعرف يدير المسمن. غير هي بغيت نشارك معكم خوتي الطريقه ديالي، طريقه بسيطه ومسمن عادي شعبي كما كنعرفو، ما كاين فيه لا سكر لا زبده لا حتى شي حاجه. كيتعجن عجين عادي بالماء والملحه كما عجنوه والدينا الحمد لله. حنا غنتبعو الطريقه ديالهم وكيجي زوين وكيجي لذيذ. غادي ندلك العجين مزيان، ضروري نرخفو العجين باش المسمن ديالنا ملي نبغيو نقرصوه يتقرص معنا بكل سهوله. العجين خصها تجي على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. دلكتها واحد تقريبا واحد 5 دقائق، دلكتها مزيان كما كتشوفوا العجينه طايعه ومرخوفه. غادي نخليها في واحد بلاستيك غذائي مده 10 دقائق ترتاح، ونرجعوا باش نكملوا تشكيل المسمن ديالنا. غنغطيها ونخليها خوتي ونرجعوا. وغادي ناخذوا واحد الزلافه غنديروا فيها الدقيق الصلب اللي هو الفينو، ونص نص ساشي ديال الخميره الحلوه كما كتشوفوا. هذا هو السر باش المسمن ديالنا كيجي منفوخ وكيجي محلول من الداخل. كنديروا خميره ديال الحلوه والفينو باش كنقرصوا به. وعندي هنا الزيت المائده باش غادي نقرص هذا العجين، وغادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال الزبده. بالنسبه للزبده البنات كتبقى اختياريه، غير هي في المسمن راه كتجي لذيذه كتعطي فيه واحد البنه زوينه، داكشي علاش كنضيف انا هنا الزبده. ورجعت لكم كما كتشوفوا العجينه راه ارتاحت البنات وطاعت كما كتشوفوا ترخفات مزيان.
وغادي ناخدو فاش غادي الطابلة اللي غادي نكرسو فيها كما كتشوفو. غادي نوضع العجين هكا في سطح العمل وغادي ندهنها مزيان بالزيت، وغادي نبدا نشكل في الكرات ديال المسمن. انا هنا درتهم اما كبار ما صغار، البنات متوسطين. بالنسبه اللي عندها الوليدات كنصحها ديما دير الحاجه ما كبيراش بزاف، حيت كتعرفوا الوليدات كياخذوا الحاجه ما كيعرفوش يقطعوا ولا هذه كياخذوها ويصدقوا كيبقى لك داك النصيص. من احسن ديروهم هكا ميان باش كل واحد يقد على ديك الوحيده ديالو. وغادي نشكل هكا الرغيفات كاملين كما كتشوفوا الكرات. غادي نستمر خوتي وغادي نرجع لكم. من بعد ما شكلت الكرات ديال المسمن كاملين كما كتشوفوا العجين خرجت ليا 12 كره ديال المسمن. انا هنا عندي العجينه طايعه مزيان ومرخوفه البنات، ما غاديش نعاود نخليها ترتاح، غير غادي نشكلها وغادي ندوز مباشره باش نكرس العجين. بالنسبه لقيتو العجينه ديالكم باقا شي شويه قاصحه، غطيوها وخليوها واحد 5 دقائق عاد تبداو تكرسوا فيها. انا العجينه عندي هنا كما كتشوفوا اخوتي رطبه، وغادي ندوزو باش نقرصو المسمن ديالنا. غنقرص العجين مزيان، كناخد شويه من الزبده وشويه من الزيت كما كتعرفوا راه العجينه دغيا دابا كتكرس معانا مرخوفه مزيان. حاولوا نبسطوها مزيان على سطح العمل حتى العجين ديالنا تولي شفافه، قد ما رققناها قد ما مزيان كيجي المسمن خفيف ورطب كما كتشوفوا. راه هكا الطبله كتبان في الرغيفه، يعني راه ورقنا العجين مزيان. وغادي ناخد هنا في هذه العمليه غادي ناخد شويه الزبده وغادي ندهن الوجه مزيان، وغادي نرشها بالفينو اللي وضعنا فيه خميره ديال الحلوه. ضروري من هذه العمليه البنات باش المسمن ديالكم يجي مورق. بالنسبه لهذه الطريقه هذه ديال اللي كنقرصوا بها المسمن، يعني الا بغينا نديروا المسمن، اما لو كان عندنا مسمن ديال الرفيسه ما نديروش كاع، ما نقرصوش البنات بالفينو، نقرصوش بيه، نقرصو غير عادي هكا بالزيت. حنا هادو بغيناهم هكا مسمنات ضروري. وغادي نرش عاوتاني السميد الناعم وغادي نشكلهم على شكل مربع عادي البنات، يعني راه كلشي كيعرف يدير هكا اللي يقرص العجين، كتبقى كفكرة وصافي. وغادي نستمر بنفس الطريقة. نحاول نورق العجين مزيان، وغادي ندهن ليها الوجه ديالها مزيان بالزبده، وغادي نرشو بالدقيق. غادي نشكل مربع
غنكمل المسمن كامل وغادي نرجع معاكم البنات باش نطيبوه. كما كتشوفوا من بعد ما ساليته كامل كيجي على هذا الشكل هذا. حتى كنسالي البنات وغادي عاد غادي نشعل البوطه هنايا على المقيله وغادي نخليها حتى تسخن. ديك الساعه عاد غادي نبدا نطيب فوق منها. غادي ناخدو المربع ديال العجين وغادي نقرصوها مزيان. كنقرصو غير بصباعنا البنات هكا على دغيا كيتقرص معانا. وغادي ناخد المقلة وغادي نرشها بالزيت في هذه العملية. ضروري المقلة تكون سخونة باش ما يشدش لينا الرغيف ديالنا في المقيلة. وغادي نبقى نقلب هكا في المسمن حتى يبدا يتحمر ليا من جوانب. كما كتشوفوا المسمن هنا راه بدا كيتنفخ معانا وبدا كيطيب. هنخليه حتى يتحمر مزيان. كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا كيجي محمر وزوين ومحلول البنات. كيجي محلول من الداخل. غادي نطيبو واحد المسمنة اخرى كما كتشوفو. ضروري نبقاو هكا ندورو بيدينا باش كيطيب لينا من كاع البلايص وما كيتحمرش غير من بلاصه وكتبقى بلاصه. كما كتشوفو كينتافخ العجين، حنا كندوروه هو كينتفخ. كنتمنى ان الصورة تكون واضحة ليكم البنات. غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل المسمن اللي عندي كامل. كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. كيجي مسمن زوين، مسمن بلدي عادي البنات، كيجي زوين ولذيذ. ومن بعد ما كملت المسمن كامل في الطياب كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. كيجيو مسمنات زويونين واحد القياس اللي هو زوين هكا كيناسب الوليدات. كان هذا هو الشكل النهائي البنات. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم. ما تنسونيش الخوت بالدعم ديالكم بلي لايك بواحد الكومونتير. والناس اللي اول مره كتشوف القناه ديالي تنقولها مرحبا بيك في قناه كوثر ام مريم. وما تنساوش ما تنساوش تشجعوا اختكم كوثر. وهادو هما الرغيفات كما كتشوفوا من الداخل، من الداخل عفوا كيجيو محلولين وزوينين.
كيجيو فيهم واحد البنه زوينه البنات. كنتمناكم يعجبكم فيديو، ما نطولش عليكم خوتي، لي لايك لي لايك لي لايك وتبارك الله عليكم. وكنتمنى الفيديو ينال الرضا ديالكم الى فيديو قادم ان شاء الله.